بسم الله الرحمن الرحيم. فراس المغربل مدير ملعب بلده في مدينة رأس العين انطلقت في هذا الأسبوع من يوم الأربعاء بطولة كأس المدينة لعام 2024 بمشاركة 20 فريق بين المجموعة الثانية والمجموعة الأولى. طبعا كانت القرعة موجهة بين فرق الدرجة الثانية وفرق الدرجة الأولى. في الدور الأول يتقابل الجميع بطريقة خروج المغلوب، يتأهل 10 فرق إلى الدور الثاني. تصبح البطولة بنظام الذهاب والإياب، ثم الدور ربع النهائي والدور النصف النهائي، ثم المباراة النهائية. هذه النسخة الثالثة في لهذه المدينة. النسخة الأولى كان بطلها نادي الأهلي، توج فيها في عام 2022. العام الماضي عام 2023 توج فيها نادي الشرقية. هذا العام هل سنشاهد بطل جديد، منافسة قوية بين الفرق المتنافسة جميعا؟ هل سيكون بطل جديد أم نفس الأبطال الذين حملوا البطولة؟ تنتهي الدور الأول إن شاء الله يوم الجمعة القادمة. يبدأ إياب الدوري أيضا، هناك مباراتين النصف النهائي للدرجة الثانية، ثم مباراة نهائية، وهناك أيضا المباراة النهائية لدوري الناشئين. وخلال الأيام القادمة سيكون هناك دوري لفئة الأشبال ودوري لفئة الشباب خلال هذا العام. هذه هي الرزنامة الكاملة للملعب البلدي في مدينة رأس العين. مكتب الرياضة والشباب في مدينة رأس العين هناك نشاطات أخرى كالألعاب الطائرة والبينج بونج والشطرنج والألعاب القتالية كالتايكوندو والكاراتيه والملاكمة أيضا متواجدة، بالإضافة إلى موسم السباحة في موسمه الأخير. شرفنا على افتتاح المدارس، غدا هو أول يوم أيام مدارس. بهذه المناسبة نبارك للطلاب ولمديرية التربية افتتاح هذا الموسم. كل عام وأنتم بخير، وبارك الله بجهود إعلامينا، والله يعطيكم العافية. حسين خلف كابتن نادي مراكز الرياضي. أجواء المباراة كانت أجواء حماسية جيدة، الفريقين أبدوا مرونة، أبدوا شجاعة، أبدوا قوة داخل أرضية الملعب. حاول الفريقين من بداية المباراة اقتناص هدف لإراحة جماهيرهم. الحمد لله كان النصر حليفنا، كانوا مهاجمين بيومهم، استطعنا أن نجري مجريات المباراة حسب آراء لاعبينا، حسب أفكارهم، حسب الخطط اللي راسمنا إياها المدرب. الحمد لله استطعنا نسيطر على المباراة. المباراة كانت حماسية، أجواء ندية بين الفريقين. فريق الشركة فريق جيد، فريق محترم، نوجه له الشكر وإن شاء الله يعوض بالمباريات القادمة. تحضيراتنا احنا ان شاء الله للمباريات القادمه وتاهلنا لربع النهائي ان شاء الله ما راح يكون عن عبث، راح نحاول نكثف جهودنا اكثر ونتدرب اكثر لحتى نثبت لجمهورنا ونثبت للانديه الثانيه انه احنا نادي قادرين ننافس بالكاس، وان شاء الله نتواجد بالموسم الجاي بالدرجه الاولى. عندنا مباراه مهمه نصف نهائي حتى الدرجه الثانيه، ان شاء الله راح نقدم فيها اداء جيد، وان شاء الله النصر حليفنا اكيد ان شاء الله بالمباريات القادمه. براس من هون ومو طلعت تيجي عاد لفت وصارت بطيئه كما شفتها. والله احمد هنا عرض والعرض عرض عرض. جاسم العاصي. عمار الخلف قائد الفريق مراكز. الحمد لله رب العالمين توفقنا بالمباراه هاي، سيطرنا نوعا ما على المباراه، كنا مجهزين للمباراه ومستعدين لها يعني. يعني كانت تحضيراتنا يعني ماشي حالها كويسه، رغم انه ما قدمنا الاداء المطلوب للمباراه، والحمد لله رب العالمين توفقنا واخذنا المباراه. النتيجه كانت بالنسبه لنا ممتازه، بالنسبه للمهاجمين قدموا مباراه وسجلوا جوال، ريحوا الدفاع ورا. الحمد لله رب العالمين استطاعوا ان يسجلوا 7 اهداف، ريحونا، ريحوا لاعبيتهم بشكل كامل. خصم كان عنيد شوي، خصم قوي لا يستهان به، والحمد لله رب العالمين توفقنا. إن شاء الله المباراة القادمة مع جماهيرنا والمشجعين إن شاء الله راح تكون من نصيبنا المباراة القادمة. يلا عماد ارجع حتى الروح يرجع.
كويس ها؟ كويس كثير مو شوي.